تشكيلات أمنية متفرقة ودوريات راكبة وأخرى راجلة، هكذا تسهر المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل مخططها لتأمين موسم الاصطياف. إنه المخطط الأزرق الذي يعمل على حماية الممتلكات والنظام العام. هنا وبالتحديد في حدود الساعة الثانية زوالاً وبمقر أمن مدينة تيبازا عاصمة الولاية، انطلقت إحدى الدوريات لأداء مهامها ومتابعة الوضع بالمدينة وتفقد الشوارع. في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وبعد مرور حوالي ساعة من الزمن وفي الوقت الذي كانت الدوريات تجوب شوارع المدينة وتواصل مهامها بكل دقة، تلقى مركز الاتصال إخطارا من مركزي القيادة والسيطرة مفاده تعرض أحد المواطنين لحادثة اعتداء. معليش اخي كريم، معليش اذا كان ممكن، معليش ترى انا برك في الاتجاه الضوء، اذا كان ممكن، اذا كان ممكن. شكرا برك ويا بارك الله فيك، شكرا الله يعطيك الخير، شكرا. معليش اخي كريم، درك تقدر تقدم مركز الشرطه الاقرب ليك، هذه لا إلا كان بالإمكان تاعك، وإلا ما كانش بالإمكان تاعك معليش أنا نبعثو لك المجموعة تاعنا فبنعين المكان. صح، شكرا بارك الله فيك، شكرا. صح، نداء تشكيلات الأمنية كامل اللي راهم على القناة هذه، شجعتكم بالسيارة قامت البحث. عندنا سيارة من نوع ديافاب ذات لون رمادي، علامة 3 أشخاص. الشخص الأول يحمل المواصفات التالية، عنده قميص أحمر، والشخص الثاني يرتدي قميص أسود، والشخص الثالث قميص ذات بدلة رياضية من نوع صدير جيفنتوس، قبعة سوداء. السيارة هذه اعترضت للمواطن صدير قاموا باعتداء على مواطن على مستوى قطاع شنوا، ولذت بالفرار باتجاه قطاع تيبازا. دونك التشكيلات الامنيه كامل اللي راهم على القناه هذه، جميع السيارات تحمل هذه المواصفات الا توقف وتراقب، الا توقف وتراقب وتعلموا لهم جهتكم. ارسال تاع اللي ما خدش الارسال يحتيرها برك يشد العود الارسال. دونك نعيد الارسال، عندنا سياره من نوع ديافام ذات لون رمادي، علامه 3 اشخاص. الشخص الاول يحمل المواصفات التاليه، عندها قميص احمر، والشخص الثاني قميص اسود، والشخص الثالث بدله رياضيه من جوفنتوس ذات قبعة سوداء. دونك جميع السيارة من هذا النوع اللي توافق عليها المواصفات هذه الا توقف وتراقب وتعلمونا، بلا ما تنساو باش تاخذوا جميع الاحتياطات الامنية تاعكم اون سي جامي. دونك المجموعة اللي ارسلتها اللي ما خداش الارسال يعطينا برك يشد لنا عاود الارسال. لي جروب لي بلي بروش يتجهون للنقطة تاعها. الإشارة تاعك؟ 270. وصل. شوف راني أنا مقرب، راني نشوف السيارة، راني نشوف فيها لحظات ونلتحق بالنقطة هذيك، لحظات. هاي اللي يقولوا توجهوا للنقطة تاعها. باشرت الجهة المعنية متابعتها للحادثة من قاعة الإرسال وكاميرا المراقبة تحركات المشبه فيهم. واصل. ليتم بعدها ترصد فرقة البحث والتدخل لهذه المجموعة وتوقيفها في الوقت المناسب. Thank you.
إطار جاهزية عناصر فرقة البحث والتدخل، وعلى إثر النداء من قاعة الإرسال مفاده تعرض أحد المصطافين للاعتداء متبوع بسرقة حقيبة رياضية. وبالتنسيق المستمر مع قاعة العمليات تم رصد مكان تواجد المشتبه فيهم عبر كاميرات الحماية. على الفور تم توجيه أفواج التدخل إلى عين المكان أين أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم واسترجاع المسروقات، بالإضافة إلى ضبط أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء، ليتم تحويل الأطراف إلى المقر ومباشرة الإجراءات. يدخل هذا في إطار المهام اليومية الموكلة لفرقة البحث والتدخل لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم. في مجال حفظ أمن الطرقات تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية اللازمة مع التنسيق العملياتي الميداني على مستوى كل المدن الكبرى التي تعرف حركية في هذا الموسم لتسيير الطرقات وتسهيل حركة المرور لمستعملي الطرق. إرسال من المديرية العامة للأمن الوطني على راحة وسلامة المواطنين، وتزامنا وموسم الاستياف سخرت مصالح أمن ولاية بازا 1000 شرطي لتفعيل المخطط الأزرق موزعين على مختلف التشكيلات الأمنية لضمان سيابية حركة المرور. مهام رجال الأمن لا تقتصر على مكافحة الجريمة وتأمين الطرقات، بل تعدت ذلك لتشمل فضاءات أخرى كالشواطئ، حيث سطرت المديرية برنامجا خاص ومكثف مدعما بمراكز الحراسة موزعة عبر مختلف الشواطئ. تأمين 8 شواطئ مسموحة للسباحة بقطاع اختصاص الأمن الوطني تم تدعيمها بمراكز حراسة تضم 170 شرطي لتأمين هذه الشواطئ. لتكون وجهتنا اليوم شاطئ شينوا بتيبازا، رافقنا إحدى التشكيلات الأمنية العين الساهرة على حماية المصطافين. وفي الوقت الذي كنا نرافق فيه الوحدات الشرطية في هذا الشاطئ تم العثور على طفل ضائع وسط المصطافين، لتسارع مصالح والأمن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الطفل إلى عائلته.
الشرطي لم يقتصر على تأمين الطرقات والشواطئ نهاراً، بل تجاوز ذلك ليؤمن المنتزهات والفضاءات العائلية ليلاً. إلى غاية الساعات الأخيرة من ذلك، الفترة التي تجوب فيها مصالح والأمن هذه الفضاءات لاتباع الحركية هناك ومحاولة رصد الأمور المشبوهة. نظرا للتوافد العدد الهائل والكبير من الزوار على مدينة تيبازا، تتكيف مصالح أمن ولاية تيبازا وهذا التوافد الكبير بتصدير برنامج وخطة أمنية استثنائية لتأمين هؤلاء الوافدين، تتمحور حول تأمين النقاط التي تعرف إقبالا كبيرا من الزوار، خاصة الأماكن العمومية وأماكن التسلية والترفيه، بالإضافة إلى وضع تشكيلات مرورية تعمل على انسيابية حركة المرور وكذلك تأمين الطرق وسلامة السواق عبر الطرق، بالإضافة إلى تأمين مختلف الشواطئ التابعة لإقليم اختصاص الأمن الوطني بوضع مراكز حراسة وتأمين للشواطئ تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، كما تبقى مصالحنا مجندة لمثل هذه التظاهرات الصيفية. رغم المهام الصعبة الموكلة إلى الجهاز الأمني التي يسهر عليها، إلا أن هذا الجهاز أثبت وبمجهوداته قوته ومكانته وطنيا ودوليا، جهاز كله عزم وإصرار على مكافحة الجريمة بشتى أنواعها والحرص على حماية أمن المواطن والوطن.